الفنانه الجميله هند عبد الحليم، بنقول لك مليون مبروك التكريم النهارده. ميرسي، الله يبارك فيك، شكرا. النهارده تكريمك من مهرجان همس للفنون، كلميني عن ده. والله بتشرف ان انا موجوده النهارده وبيكرموني في مهرجان همسة، ويعني عايزه اشكر رئيس المهرجان وكل الناس القائمه على المهرجان. ايه رايك في ملحمه الاب الروحي بقى؟ والله ملحمه الاب الروحي مكمله، وده دليل على نجاح المسلسل، ودي حاجه تبسطني وتشرفني ان انا بشارك في عمل زي ده. الدراما التلفزيونيه لما بتنجح بتنتشر انتشار اوسع من السينما، ومع ذلك تظل السينما الحب الاول. مش هنشوفك في السينما قريب؟ والله يقول يا رب يا رب، انا نفسي اشوفني في السينما قريب. ان شاء الله باذن الله. بتحضري حاجه جديده؟ لا لسه والله لسه ما استقرتش على اي حاجه. تقولي ايه الجمهور اللي بيشوفك في العراق؟ اقول له يعني شكرا، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويعني انتوا ناس جمال جدا يعني.